عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، علامة القصيم المعروف، شيخ مشايخنا، شيخ الشيخ بن عثيمين وشيخ غيره، أنه في زمنه استأجر جمالا ليحمل له حطبا، فالجمال حمل الحطب إلى منزل الشيخ، ثم أفرغ أنزل الحمولة، فأعطاه الشيخ الأجرة، أظنها كانت ريالين، وذهب الجمال. فلما ذهب الجمال الشيخ رأى، ما أنطقها أنا بالعامية، لكن علبة السجائر كان يحملها الجمال سقطت منه وهو ينزل الحطب، فحملها الشيخ وتبع الجمال حتى وصل إليه وقال له: يا فلان خذ غرضك، وأعطاه العلبة المعروفة بما فيها، فأخذها الجمال وذهب. من حول الشيخ تعجبوا، قالوا: يا شيخ هذه معصية، كيف تعين وكيف؟ قال الرجل الذي يعرف الله لا يعرف الناس، أتاه الله علم، قال: لو لم يجدها لاشترى بالريالين مثلها وبات أبناؤه من غير عشاء، لكن يشتري بالريالين عشا لأبنائه ويبقى على حاله، المهم لا تضرر الأبناء. عندما تريد أن تعذ، عندما تريد أن تغير، عندما تريد أن تصلح، أول من تبعده الشيطان، لن يدلك على خير. ثم مع إجلالي لكم، ثم من حولك ممن يهمه أن يثير الأمر، أصحاب، خلطاء، زملاء مهنة، من يحبه أن يعلو الأمر، من يريد أن يرتفع الصوت، هؤلاء لا يصلحون أعوانا على الخير. كن على يقين، السيئة هي توقع صاحبها، لا تحتاج أن تتدخل أنت، والحسنة هي تعلي صاحبها، لا يحتاج أن تتدخل أنت. أنت تريد أن يعلي الله مقامك، أين تدبر الأمور؟ في الملكوت الأعلى. أحسن صلتك بالله يكفيك الله هم الناس كلهم، والسيئة إذا رأيتها في مسلم أنت كأنك لم ترَ